لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلك جديد الرياضية المغربية أولاً بأول. بشاطئ عين الدياب بمدينة الدار البيضاء جرت مباراة إعدادية بين فريق الرجاء الرياضي وأمل الصويرة في كرة القدم الشاطئية، وهي المباراة الثانية بين الفريقين بعد مباراة الاثنين. مباراة الثلاثاء عرفت مداً أخضراً، وتمكن لاعب الرجاء الرياضي من الفوز بحصة عريضة 10 أهداف دون رد. المستوى ديال اللاعبين الحمد لله كان مستوى جيد بالنسبة للتدريب. بدينا شوية بكري، بدينا عديد واحد دوم أو أكثر. بالنسبة للأداء ديال اللعبة الحمد لله، اللعبة عندنا في مستوى تصاعدي تبارك الله. الأداء ديالهم كيف ما شتي، راه رابحين ب 10-0، يعني راه كاين أداء، كاينة النتيجة. الحمد لله اليوم دازت مقابلة الحمد لله جيدة بالنسبة للفريق ديالنا. حاليا كنستعدوا للبطولة ديال العصبة الدار البيضاء، كنتمنوا إن شاء الله نلعبوا فيها أحسن ظهور باش نحاولوا نتكاليفوا البريمير ديفيزيون ناسيونال إن شاء الله. فريق أمل الصويرة ورغم هزيمته بحصة ثقيلة إلا أنه أبنى عن طموح كبير ورغبة في نقش اسمه بين فرق كرة القدم الشاطئية بالمغرب. المقابلة كانت دازت في واحد الأجواء اللي رياضية مع فريق اللي هو متمرس، اللي فيه بزاف ديال اللعابة في ليكيب ناسيونال ديال الكرة الشاطئية. احنا يلا بدينا في المسار ديالنا مع في هذه البطولة، وكنتمناو من الله ان شاء الله كنجيو دابا هنايا باش نستافدو، كنديرو لي ماتش اميكو مع هذا الفريق باش كنستافدو منه، باش ان شاء الله في السنة المقبلة فاش تبدا الشامبيون ان شاء الله نكونوا على أشمل استعداد ان شاء الله. مباراة الرجاء الرياضي وأمل الصويرة في كرة القدم الشاطئية تدخل في إطار تحضيرات الفريقين للاستحقاقات المقبلة، إذ يأمل كل طرف في تدشين منافسات البطولة الوطنية المقبلة على أحسن وجه.